مصر قال ان محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان النادي الاهلي بيتعرض للهجوم منذ تاسيسه في عام 1907 لكنه ما زال قادرا على الرد على مهاجميه. وقال كمان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ان الحملات ضد الاهلي لا تهدا منذ التاسيس بهدف النيل منه وايقاف انتصاراته، واكد ان مبادئ النادي الاهلي انتصرت على كل مهاجميه. واكد محمد مرجان ان المجلس الحالي برئاسه محمود الخطيب لا يدخر جهدا من اجل الرقي بالقلعه الحمراء.